أنا جاي عشان صديقي المخرج عبد العزيز حشاد، مخرج الفيلم وهو مخرج مسلسلي ياسمينة، وأنا بحب عبد العزيز من زمان وفي بيننا مشاريع كتير. يعني لو جينا اتكلمنا عن مي ومي، ايه بقى تقول عن مي؟ والله هم يتكلموا عن نفسهم. لا هم يتكلموا عن نفسهم. انا بحب احنا شخصيات مستقله، يعني هم يعني كل واحده موهوبه واثبتت وجودها ولها. بدخل في اي اراء ليهم او اي حاجه؟ لا انا ما يعني، لانهم شخصيات مستقله قادره على انها تختار هم الاثنين. يعني انت قصد ديمقراطي جدا جدا جدا. لا اتدخل والله، ما اعرف حتى هم بيختاروا ايه، بعرف وهما بيصوروا، ممكن اعرف هما بيصوروا ايه. ما كانش ليك اي تعليق او ليك اي حاجه تدي فيها رايك؟ لا ما تعمليش كذا، او لو عملتي كذا بطريقه كذا هتبقى احسن. لو طلب مني رايي بقوله، بس غالبا بنسبه كبيره ما بيطلبش، لكن اما الاعمال بتتعرض بقول رايي. طب اخر عمل؟ لا انا عجبني دور مي في فيلم قصير اللي خدت بيه جايزه في كذا مهرجان، منهم مهرجان في امريكا، مهرجان شيري، خد احسن ممثله للسينما المعاقين. كانت عامله بنت ما بتسمعش وما بتتكلمش، وعجبني دورها في طايع جدا، فاجئتني. ميار عملت طلعت روحي عجبتني جدا جدا. طيب بما ان احنا جبنا سيرتها، مفيش كذبه اتقالت عليك كده او كده؟ علي انا؟ كتير. بس ما ببصش، ما احنا في ابريل ولازم يبقى ما بسمعش. والله ما بسمع. احنا في ابريل. ايوه ما اقول لك ما بسمعش، وما يعني ممكن الاقي حاجات نازله على بعض المواقع ما بقراهاش ولا بشوفها. بتكلم ان هم يجوا يقولوا لك حاجه مثلا؟ في بعض اصدقائي يعني امبارح مثلا لقيت حد بيقول لي انت في واحد في صفحه باسمك نازل عليها كذا كذا، قلت له ما في، يبقى كده 18 صفحه فيك. انا مقدم بلاغ في 17، بقى امبارح في صفحه واحد منزلها باسم بقى 18. فما ببصش للحاجات دي. طب بما ان احنا في شهر ابريل، عايزين نسمع منك كذبه ابريل. ما بعرفش اكذب والله، ما بعرف خالص. لا ماليش في الكذب.